يقول السائل، يقول: إمام مسجدنا من بلاد مجاورة وهو حافظ للقرآن لكنه لا يعرف في التوحيد والعقيدة شيئا وهو زاهد في طلب العلم، يقول: هل نصلي خلفه أم نذهب إلى مسجد آخر بعيد عن البيت؟ وأنه فيها الإمام هذا ما ذكر شيء، لأنه في المملكة لازم تراجعون شؤون المساجد، تراجعون شؤون المساجد يجل تنظر فيه. أما إن كان في بلدكم هذا ما لنا عليه السلطة، لكن أنتم إذا انتقدتموه في شيء فنبهوه، فإن قبل وإلا فصلوا مع غيره. نعم.